السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أستاذ مصطفى. أيوة نعم، ربنا يحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. كان عندي سؤالين. تفضل. معنى حديث ثلاث لا ترد، الوسائد والطيب واللبن، وهل هو صحيح أم لا؟ حديث ثلاث لا ترد، الوسائد، الوسيلة المخدة، والطيب معروف، واللبن معروف، لكن الحديث ضعيف الإسناد معلول. ولكن في الباب حديث آخر ثابت، هو من عرض عليه ريحان فلا يرده فإنه طيب الريح خفيف المحمل، وهذا ثابت صحيح بهذا اللفظ. أما ثلاث لا ترد، ثلاث لا ترد، الدهن والوسادة والطيب، الدهن والوسادة واللبن، ليس بصحيح، معلول. وياك.